السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا أحد عمالقة العلاج والكي القديم، وطبعا متعارف أن الوسم عندنا الوالد سعيد علي محمد الحفيتي من أهالي منطقة قم، ومعروف عند أهالي دبا والمنطقة الشرقية أن بعد رب العالمين بإيده شفاء عن طريق الكي والوسم، وهو معروف عندنا في المنطقة الشرقية. واليوم راح ناخذ العلوم من عنده عن الوسم، طرق الوسم وأماكن الوسم والأمراض اللي يوسم عنها. تفضل خبرنا عن الوسم. والله دمنا عالق الدنيا كاملة، الله يعطيك الصحة والعافية. من السعودية، من العين، من الصحر، من خصب، من راس خيمة، من نفيار، عند الدنيا. الله يعطيك الصحة والعافية. الكبد شفتي، عصبة اللامر شفتي، الفتاق شفتي، الرداخ، النفوس، الكبد، كبد الظهر، هذه أم صبيان السوداء، تويل، الصقام، عرق وينة، كل شيء موجود، هذا أبو صفار، كل شيء، الطحان، كل شيء موجود، فوق البغيض. فوق الأكياس، هذه أبو شوي ماله، هذه الشقيقة، كلش. إنزين الحين يوم توسم. عرق اللدن، عرق هذه أبو شوي التويل. إنزين أنت كيف تعرف إنه هذا العرق؟ فوق البغيض، فوق الأكياس، هذه أبو شوي ماله، هذه الشقيقة، كلش. إنزين الحين يوم توسم. عرق اللدن، عرق هذه أبو شوي التويل. إنزين أنت كيف تعرف إنه هذا العرق أو هذا المرض بالشخص المريض؟ الله سبحانه وتعالى أعطاني قدرة فهمه. سبحان الله. قدر من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني أنت تعاين المكان، تفحص المريض مرة، وتعرف العرق. نعم. العوق اللي عنده. نعم. المعرفة موسم الناس. سبحان الله، هذا أنت وارثته من أبوك وجدك. أبوي استعمل هذا، بس الله يرحم أبوي اللي استعمله. الله يرحمه. أنا استعملته أكثر عن أبوي. سبحان الله. أنا أمسح وأدلك كل شيء. عرق هذا عرق البارد، عرق الصين. ريح الباطل. سبحان الله. وطبعا هذه الامراض ما يعرفوها الجيل هذا، والطب هذا ما لها علاج، لكن انت سبحان الله هذا انت تعلمتوها من الاوليين وتعرفوا علامات هذا المرض. لا لا لا، ما تعلمته من الاوليين، تعلمته من استحقت عقلي بس بنفسي الروح له. سبحان الله. ما فحصت دكتور ولا سرت مكانه ولا درست عنه، لكن الله سبحانه اعطاني قدره. سبحان الله. يعني شيء من رب العالمين. سبحان الله. إنزين الحين أنت كيف تعرف إن هذا المكان أنا لازم أوسم فيه؟ شوي يجيني الشخص مريض وأنا كده كده فيه، قلت مرض معروف، لا تحاول. نعم، لا تحاولني، مرض معروف، حق وسم وسمته، حق قرية قلت عليه، حق تدليك دلكته، حق مساحة مسحته. سبحان الله. يعني أنت تسوي كل هذا للمريض وأنت تشوف شو محتاج تسوي له. أيوة. وسبحان الله، وبعدين يعني بعد ما تسوي هذا هو يتعافى بعد رب العالمين. تعافى الناس كلها تعافي. سبحان الله. تشفيهم ويدعو لي. سبحان الله. وهل انت تشوف ان الوسم منه فايده؟ ما يستفادوا ليش يجونينا؟ لا لا، الحين احنا بشكل عام تعرف ان الحين قالوا في الطب، في الدكاتره، في المستشفيات، هذا الوسم ما الاول، ليش انت تروح توسموا وتحرقوا نفسكم؟ لكن يعني مثلا ان في يروحوا ناس مأمنين، راحوا ناس الطب وتعالقوا ما مكان، ما اي مكان، اي مكان ما استفادوا. ويومني كده أننا من الطب ويجون ناس يعني ماشي لحمهم يابن، ماشي متقطع لحمهم يابس، ماشي ما في ماشي باقي، قد تبدو علاقة بسيط شيء بسيط. هذا النمون تم وسمت مرة وحدية على هذه الحالة، وسمت اليوم الساعة 2 البقرة الساعة ين أبو قال داخل المرض رب محمد ويابس ماشي لحم. سبحان الله. سبحان الله. علما أن الوسم الكي سنة نبوية الرسول أوصى بها، ولكن سنة بس يعني بك من اللي يعرف قيمة معنى الوسم. يقول هذا الوسمة توسم أنت إنسان وأنت ما تعرف هذا الموقع الوسمة، الله سبحانه يوم القيامة يحاسبك عليها. يقول لك عبدي مريض وأنت طحت فيه بالوسم، ما تعرف معنى الوسمة هذه، هل تستحق الوسمة، هل تستحق دواء، هل تستحق تدريب، هل تستحق يعني أي مساحة تستحق. بل ما يمكن إلا بس واحد وتخبصه إلا بشرف بالشرف وخبص الله وبس، هذه نار يتحمل فيها الإنسان ما يتحملها، كيف تتحرق الإنسان؟ صح، يعني لا تأخذوه وتغلوه. يعني في ناس سبحان الله طالعين هالأيام ما لهم خص بالوسم، بس على أساس أنه يمشوا حالهم ويطلعوا باب رزق لهم، وهم ما يعرفوا كوعهم من بوعهم. أيون الناس يقول حنا ما نعرف الوسم، بس الوسم الناس حنا يا نستفيد. قد بابا اللي ما يتعرف الموقع الوسمة صرف نفسك،
حذر نفسك في الدنيا قبل يوم القيامة. هي حرام تبل الناس يوم القيامة. يعطيك العافية. إنزين الوسم حق كل حد، صغار لكبار، النساء البنات الشباب العيز المن شلل الشلل أرق هذا وشو أرق الشلل هذا هنا وسمعنا هذا أصل النحر هذا الشلل هذه هذا وسم الشلل كل شيء الحمد لله. سبحان الله أنت توسم كل حد. الناس يجوني العصر موجود أنا هنا والصباح والصباح في البيت. الله يعطيك الصحة والعافية. فكرة يعني أنا سمعت عنك كلام كثير أنك أنت من الناس اللي تسوي شيء لله وما تتريى من حد شيء، يعني أنت قاعد تسوي هذا خدمة للبشر لله، تساعد الناس تخوز عنهم العوب. يعطوني فلوس، يعطوني فلوس يعني خير، يعني لا يقع لك كلمة لا قدر الله. واحد أشتري دوية بفلوس وعالق فيها الناس إذا الله سبحانه يشفيهم. سبحان الله، عسى تقدر رب العالمين طارح لك البركة وعاطنك بعد رب العالمين الشفاء بإيدك. طبعا الشفاء من رب العالمين، لكن أنت وسيلة وسبب. فبشكل عام الحين احنا مثلا لو حد يبي يتوسم عندك او شيء يجيك البيت عادي؟ ايوه. الوسم ماله يوم معين او تاريخ معين؟ لا 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 عادي اي وقت، بس وقت لا تجمع حدود المغرب شويه، وقت المغرب ووقت الجمعه الله والجمعه يوم الخميس الله والجمعه شويه الوسم ثقيل شويه، ويوم الجمعه بالنهار بعد انا وسم الا بس اليوم العصر مروح على الجمعه. سبحان الله، يعني عندكم انتم بعد عادات يعني ما تكسروها او مبادئ يعني اساسيه؟ عند الناس يعني عندهم يسموا حي الله عادي، لكن لا انا الله سبحانه وتعالى عارف يعني السنه، عارف القوانين، الموسم له معنى، هذاك له معنى. ما لا قال لك يجيك بلا ساعه انت هذا يدعو النخله قم تحرق والجمعه ما يجمع حي الله، لا يعني شوف قانون وشوف قدر واحترام، الشيبه يستحق حقه، لكن هناك في وسم ناس يسموا ناس ما يرحموهم، يغلطوا بالوسمة اللي تورد فيسم الإنسان، لكن قال الرسول رسول الله قال إلا ابتليت ارحم، يرحموا ما في الأرض يرحمكم ما في السماء، ارحم الإنسان، يرحم البهيمة، يرحم البشر، يرحم الطفل، يرحم الشيبة، يرحم الشباب، يرحم المريض، يرحم السقيم، كل شيء له شيء. الله يعطيك الصحة والعافية، كلامك جميل درر. وسؤال ثاني، هل أنتوا سامحني يمكن بعيد عن المتضررة لها وسم، كيف تعرف أن هذه البهيمة مستضرة؟ لا مستضرة هذا بهيمة يقبل هذا بهيمة ترش وتطيح ضمن فقرها، هذه ضربها الطير بسمها إلى بهيمة يعني عينها ما تشوف عم بيضة عينها، أول أعطيها الملح مقطورة من الحرش عين البهيمة الملح وكل ما استفادت من سمها تحت العين قسمة بسيطة، ولا هذا الشيء تخبط بعمرها وتهدع براسها ضربها الطير في الرأس من سمها في الرأس، ولا هذا الشيء مستبركة ما تقدر تنش وسمها وين وسمها في الصدر عن تفدع وعن الشلل نفس الإنسان، بهيمة نفس الإنسان. سبحان الله. ونفس الشيء انت يعني مثل ما تعاين المريض البشري تعاين الحيوان بعديه تفحصه تشيك عليه، يعني انا شفتك قبل شوي يعني يوم تتوسم اللي عندنا كنت تتحسس العرق انت، يعني قبل لا توسم تي تحدد على العرق وتتحسس عقب تي تحط الميسم. ايوه فيعني انت كان من يوم نير ما في التنفسيح شيء، كل الناس بتقعر الدنيا تحط راسك لكن ما يستفد، انت تولف عمرك الوبان والهم والضيق والتعب ويتصعب صاحبك اللي يا يتعبون تعبون قلت تعب فوق التعب تعب ما يستفيد من الوسم، انت لو وقت عنده وقت عنده الضيق والهم والوهن من وراه. سبحان الله، هذه امانه. اي والله امانه هذه، ليت كل الناس مثل كلامك يعني. انا هذه درست عنها في القران، يعني في القران انا في الاوقاف انا 30 سنه درست عنها الموت، قلت لي انا ساعات اروح القاضي قلت له شيخ انا قلت انا اغيب النساء في القبور واغيب ما عندهم يعني من اهلهم ناس مثل كلامك يعني. على هذه اجمل درست عنها في القران، يعني في القران انا في الاوقاف انا 30 سنه درست عنها الموت، قلت لي انا ساعات اروح القاضي قلت له شيخ انا قلت انا اغيب النساء في القبور واغيب ما عندهم يعني من اهلهم يشفعوا لهم ما يحرموا عليهم، قال ما مشكله غيب النساء لكن خل نفسك ميته نفس الميت، هذا علق المريض خل نفسك مريض نفس المريض، انزل عند الواحد في القبر انزل خل نفسك ميته خل نفسك ميته، يجيك واحد مريض علقه خل نفسك مريض نفسه، ياتك عن حرمه ارمله مريضه خل نفسك مريضه مثل المراه، هذه امانه هذه. ليش تحملت ليش علق الناس انا هذه؟ انا هذه يعني حافظنها من الامانه حافظنها من القران. سبحان الله كلامك جميل، الله يعطيك على قد نيتك يا رب العالمين. زين احنا باك تشوف الطريقه اللي تسويها، عباك تعطيني شفتيني هي بس اباك تخبرني عسبه الناس تعرف كيف الوسم بكل سهوله، على فكره شيء بسيط جدا الناس تهوله، فانا باك بكل بساطه يعني شيء بسيط ويكفيك عن الام كثيره. يعني ايش يجلس قدام المريض هي يقول انا كذا كذا حالتي
اشتكي راس، اشتكي بطن، اشتكي ريل، اشتكي ظهر، اشتكي قلب، اشتكي جسم، اشتكي اضلاع، اشتكي صدر، يعني سطع راسي. انا عرفته الحين. ويا ناس واحد مستضر انسان مستضر من 9 سنين ويقول لها الدكتور في شقيقة. لما يتني قلت لها الشقيقة ما فيها البنية. ليش؟ قلت لها فيها عند بغيض نوعين، بغيض المخ مسكته هادي بغيض المخ هادي، وبغيض الحوايب الحائد الحياب هادي والهادي. اما يضرب يمين اما يضرب هادي، بغيض الحياب هادي مسكته هادي. لا وما تاخذ درهم واحد، فهذا لها تأثير كبير. فالله يعطيك الصحة والعافية ويزاك الله خير، وأنا أتمنى أن الناس تستفيد منك، لأن الناس وايدين توصين تدور على حد يوسم، تدور على ناس. 2005 الحمد لله سبحان الله. قبلت هادي إيش؟ هادي قبلته العقل هادي. وين ساقي لأن المخ إذا كان الإنسان قبل هادي، إذا كان قبل هادي بعرف ما قال لك تقبل إلا مثلا ما تحسه وانت عزك الله متكلف تحسه ما هذا مصر. هادي أنف، هادي إيش هادي إيش الله سبحانه وتعالى. هذه مثل شنغرات هذه تطلع ليه مثل هذا مثل الكسوف هذه مثل مال الضلوع له هذه في الأمر سبحان الله. نحط عليها ضغطة كرسفت هذه كسرة روح الشخص سبحان الله. هذه لازم لها قبل يعني قبلة خراشيم سبحان. هذه الخراشيم لا قبلتها قبل غير حدودها يستغط الإنسان يشتل عند المخ يشتل الشلل يضيق عقله يضيق قلبه سبحان الله. عقب تحدد المكان اللي توسم فيه. نعم. تحدد المكان عقب تجيب الميسم. نعم. وتوسم. حطي عليه علامة ووسم على علامة. والحمد لله وحده هو. يجون الناس ويجينا واحد منا مسكين من الله بصدنا. قال إنسان يطرق ناس وسم يقطع. سبحان الله. الله عاطنك البركة بإيدك يعني. طبعا هو الشفاء بيدين رب العالمين، لكن مثل ما قلنا أنتم أسباب. ورب العالمين عاطنك يعني بركة. الله مبارك لك بالعمل اللي قاعد، لأنك أنت قاعد تسوي لوجه مثليك وشرواك اللي تعالج الناس وعارفة للعوق يعني ما تيخذوه فغلوه مخلينك فار تجارب. فيعطيك العافية. وبس سؤال أخير، يكفي بس مرة واحدة الوسم ولا لازم مرة مرتين؟ لا الوسمة له معنى. إلى الوسمة أنت يعني عرفت عنها وقطعت الوسمة هذه ما تعود عليك. أو سنة سنتين أو لقد شليت شلول أو تعبت أو طحت أو الزل عنك زلل رد عليك مثل العرق هذا. وما كان لو سمناه من 10 سنوات ما خمسة طيار ما يرد على المرض هذا. يعطيك العافية بارك الله فيك. لكن المرض هنا أنت وسمت هنا ما في الوسم. المرض هنا أنت وسمت هنا ما في. لو العوق هنا أنت وسمت هنا ما في. عاد هذا الوسيم الطباخ اللي يوسم غير مكان العوق. مثل ما قلت انت هذه امانه، لازم كل واحد يعرف وين يوسم ويكون فاهم الشغله. ايوه. فالله يعطيك الصحه والعافيه ويزاك الله خير وبارك الله فيك. كلمه حق تقال بحق الوالد سعيد الوسيم اللي شفتوه قبل شويه. للعلم يا جماعه الخير ان كل اللي قاعد يسويه لوجه الله وما ياخذ درهم واحد، عساس كذا رب العالمين مبارك له في كل شيء يسوي. والله يعطيه الصحه والعافيه ويكثر من امثاله. على فكره اللي مثل هذا الوالد نادرين في هذا الزمن وقليلين جدا، لان الناس استغلت هذه الحرف وخلتها بزنس، ولكن الوالد ما زال محافظ ليومكم.